فلكي تنجح دعوتنا مع المسلمين او مع غير المسلمين لابد ان نكون رفقاء كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لابد لكي ينجح الداعية ان يعمل بما يدعو اليه، ان يكون صورة لما يدعو اليه. السلف يقولون حال رجل في 1000 رجل ابلغ من مقال 1000 رجل في رجل. الانسان بحاله بسلوكه بعمله باخلاقه يؤثر في 1000 شخص، انما 1000 شخص يتكلمون واعمالهم تناقض اقوالهم لا يؤثرون. ولذلك القرآن يقول اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. يا ايها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء للاستقام وضدنا كيما يصح به وانت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فاذا انتهت عنه فانت حكيم. ولذلك المسلمون انما نشروا الاسلام طوال التاريخ باخلاقهم وسلوكهم. كما قلت لكم من نشر الاسلام في اندونيسيا اللي فيها 180 مليون الان، او في ماليزيا او هذه البلاد؟ الجيوش الاسلامية لم تدخل الا بلادا قليلة جدا. حتى الجيش الاسلامي دخل الهند، دخل جزء من السن. محمد بن القاسم بن محمد الثقفي دخل هذا الجزء، والباقي انتشر بالدعوة وبدعوة المسلمين غير المتخصصين الحضارمة الذين هاجروا من جنوب اليمن الى ماليزيا واندونيسيا ونشروا الاسلام هناك باخلاقهم بالاخلاق. الاسلام دخل الى كوريا في العصر الحديث بوسط جنود من الاتراك كانوا هناك في الحرب الكورية المعروفة. رآهم الناس كلما جاء وقت معين ذهبوا تطهروا توضأوا وقفوا صفوفا خشوعا يصلون، رأوا فيهم الطيبة والإخلاص والأخلاق، أعجبهم المنظر. سألوا من أنتم؟ قالوا نحن مسلمون. ما مسلمون؟ ديننا الإسلام. وحدثوا جنود ليسوا علماء ولا دعاة، فحببوا إليهم الإسلام فدخل آلاف على أيدي هؤلاء الناس في كوريا. يا أيها الإخوة إنما ينتصر الإسلام بالعمل قبل كل شيء. لا نريد متحدثين عن الإسلام تكذبهم أعمالهم وأخلاقهم، إنما نريد أعمالا تتحدث عن الإسلام كما كان الصحابة وكما كان المسلمون الأولون. كان كل منهم إسلاما حيا قرآنا يمشي بين الناس على قدمين. بهذا انتصر الإسلام. هذه شروط لا بد منها لكي ينتشر الإسلام وينتصر الإسلام. إذا أردنا أن تنجح دعوتنا حقا فلا بد أن نراعي هذا كله. الإسلام ينتشر حتى مع جهدنا الضعيف، حتى مع العوائق التي ذكرناها ينتشر، لأن دين الفطرة ولأنه وحده الذي يملك قارورة الدواء ومضخة الإطفاء لهذا الحريق المادي في العالم.